فإن شهادة الإنسان على ما لا يعلمه أو شهادته بخلاف ما لا يعلمه جريمة عظمى وطامة كبرى. نعم، كيف لا تكون كذلك؟ وهي حقيقة شهادة الزور التي هي عند أهل العلم الشهادة الكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة أيا كانت دوافعها ومهما كانت تبريراتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فتختص بها. وقال بعضهم: الزور هو الكذب الذي قد سوي وحسن في الظاهر ليحسب أنه صدق. انتهى. عباد الله، إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. يقول جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وروي ذلك موقوفا عن ابن مسعود بإسناد حسن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور عباد الله واضحة الأضرار سيئة الآثار ولا غروى، فهي تحول الشهادة عن وظيفتها فتكون سندا للباطل بدل الحق وعونا للجور مكان العدل. كيف وهي سبب لطمس معالم الإنصاف وطريق لفساد الأحكام وسبيل لتقوير الأمن والأمان. فاتقوا الله عباد الله، والتمسوا سبل المتقين وطريق المؤمنين الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.